اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه، لعبتنا النهارده الكاراتيه. عندنا كلام كتير جدا هنقوله عن اللعبه دي وتاريخها كمان جوه النادي الاهلي وتاريخها في مصر. بس في البدايه برحب بالدكتور محمد حسن، مدير جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. وجود سعادتك يا فندم. وطبعا برحب بكابتن محمد فاروق، مشرف قطاع الكوميتيه. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منور قناه النادي الاهلي. بنورك حضرتك دكتور. يعني اجل حضرتك في البدايه، طبعا الجمهور الكاراتيه يمكن يعني مش ناس كتير تعرف عنها يعني فنياتها. اللي اعرفه ان الكاراتيه عباره عن نظامين لعب. لو حضرتك يعني مشكورا توضح لنا النظامين ايه والفرق ما بينهم ايه عشان الساده المشاهدين يبقوا متابعين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بس قبل ما اتكلم، احب اشكر اداره القاطع النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على الاهتمام الكبير بقطاع الكاراتيه. وطبعا ده شرف ليا ان انا احضر جوه هذا الصراحه العظيم. حضرتك اللي منورنا يا كابتن، وحضرتك يعني قامه كبيره وشرف اي مكان يا كابتن. حضرتك لعبه الكاراتيه هي لعبه من الالعاب القتاليه النزاليه، وهي اللعبه النزاليه الوحيده اللي في النادي الاهلي. اللعبه بتحتوي على زي ما قلت حضرتك قطاعين، قطاع الكاتا اللي هو قطاع الاستعراضي، وقطاع الكوميتيه هو قطاع الاشتباك. الاشتباك تمام. احنا الاشتباك بحدود عشان ما نخوفش الناس. لا ما احنا عارفين، ما احنا هنجيب لقطات دلوقتي والدنيا هتبان اكتر. بس خليني اقول لحضرتك انه يعني النظامين عندنا في النادي الاهلي طبعا موجودين. موجودين لازم. وعندنا اكاديميه كبيره اي لاعب في الاول بيبدا بحاجه اسمها مدرسه الكاراتيه. تمام. سواء هيلعب كاتا او كوميتي بيبدا اول حاجه باسمها بنظام بتعليم الاساسيات بتاعت اللعبه. عندنا في النادي الاهلي الحمد لله في كل فرع في اكاديميه خاصه باللعبه ما شاء الله. كل في زايد او في الجزيره او مدينه نصر عندنا قطاع اكاديميه لكل لعبه. ده احنا عندنا زي ما حضرتك عارف ان لعبه الكاراتيه في الاهلي لعبه للاعضاء العاملين بس. صحيح. انت ما بتختارش ناس، ما عندكش قاعده غير ما عندكش هنا حريه الاختيار زي بقيه الالعاب. يعني ما بشوفش لاعب كويس او لاعب بطل تقول هذا جيبه الاهلي، لا لازم الولد ده يبقى عضو النادي الاهلي. فاحنا بنفتح باب الاشتراك للمدرسه، انت بيجي لك ناس يشتركوا في المدرسه. الناس دي انت ما بتختارهمش، عينه عشوائيه. صحيح. العينه الاب او اللاعب عايز يلعب كاراتيه فبيجي يقدم عندنا في المدرسه. احنا ما بنختارش الاولاد دي، ما نعرفهاش. بيتقدم وبتبتدي تعمل سيلكشن مين اللي تقدم له. بالظبط كده. تمام. طب خليني اقول لحضرتك، يعني اللي يلعب كاتا يلعب كوميتيه ولا ده حاجه وده حاجه؟ يعني لغايه سن معين برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين معانا. يعني هل ممكن يلعب الفرعين مع بعض ولا لازم يتخصص من سن معين؟ بص ساعتك البدايه الستارت دايما في الكاراتيه بيبقى من 4 سنين. تمام. طبعا كل ما تبدا بدري كل ما يكون افضل. بادئ يعني من 4 سنين؟ يعني لا من 4 سنين. طب تمام. يعني كل ما تبدا بدري كل ما يكون احسن. تمام. دايما البدايه اللي قلت ساعتك بيبقى تاسيس، بتعلم الاساسيات اللعبه وبتعلم الكتات المقرره عليه. تمام. في كل حزام، كل درجه حزام عندنا فيها كتات مطلوبه عشان يعدي يتعلمها عشان يتقنها عشان يخش الاختبار ويعدي الامتحان دوت. تمام. عندنا كام حزام؟ عندنا 10 دلوقتي. 10 احزمه بالالوان ولا بتبقى كل يعني الاصفر درجتين. تمام. الاورنج درجتين وهكذا، الاخضر درجتين وهكذا. وبيخش مسابقات تبع الاتحاد بيعرض فيها او بيتم استعراض في امتحان بيتعمل لجنه بتيجي من الاتحاد المصري للكاراتيه عشان تمتحن الولاد ديت في كل مقر عندنا في النادي الاهلي. في كل فرع بيجي لجنه الولاد يخش تمتحن بيأدي اللاعب قدام اللجنه. لو الولد ده نجح بياخد الحزام اللي بعديه. جميل جدا. احنا كده وضحنا للساده المشاهدين يا دكتور محاضره بسيطه كده عن الكاراتيه عشان يبقوا معانا. بس خلينا نروح بقى للكابتن محمد فاروق. حضرتك مشرف قطاع الكوميتي اللي هو القتال بقى والنزال الاشتباك. الاشتباك تمام. كلمنا عنه، بيبتدي اللاعب معاك قد ايه، بيبتدي من سن قد ايه، وبيتدرج لغايه ما بيوصل فين؟ احنا عندنا المسابقات بتاعه الكوميتي في الاتحاد بتبدا تقريبا من 9 سنين. 9 سنين يعني بيبتدي يلعب بطولات، سواء بطولات القاهرة ممتاز او الجمهورية يعني. طب هل بس هو قبل كده بيبقى بيتعلم في النادي؟ طبعا. من 4 سنين دكتور بيقول لي بتكلم عن منافسات. منافسات تمام. قبل المنافسات طبعا هو في مدرسة بيتمرن الكاتا زي ما حضرتك لسه دكتور محمد حسن قال. بيتمرن كاتا ويتمرن كمان كوموتيه. ممتاز. في ولاد ما بيحبوش الاشتباك، لا عايز يكمل في الكاتا خلاص. ده بيكمل خلاص بياخد الطريق بتاع الكاتا. الناس بتوع الكوميتيه طبعا برضو بيتم اعدادهم من يمكن من الحزام الابيض او الاصفر بالكتير. خلاص بيبتدي نتعامل معاه لان هو دوت هيبقى لاعب كوميتيه. تمام. من 9 سنين بيبتدي المنافسات او من 9 سنين المنافسات الرسميه. المنافسات ايه يعني؟ هل مثلا زي البطوله يعني بيبقى في مثلا دوري؟ هل في بطوله الجمهوريه؟ برضو نوضح للساده المشاهدين. طبعا عندنا بطوله القاهره اللي هو بيتم على اساسها تصفيه اللاعبين اللي هم بيروحوا بطوله الجمهوريه. هي يعني عندنا منطقه وجمهوريه. بالظبط. تمام. وطب مين ابرز الفرق اللي بتصفي معانا مثلا في المنطقه؟
في القاهره. عندنا منافسين طبعا لا كتير جدا في القاهره، عدد منافسين كتير جدا يعني. عندنا نادي الزهور ونادي الشمس لا عندنا في انديه كتيره جدا، في مراكز الشباب، نادي اسمه مسابقه الوطن السنه دي، مسابقه الوطن طبعا ده نادي تبع حزب مسابقه الوطن، عامل شغل كويس جدا، عمل نشاط حقيقه رائع جدا، وضمين لعيبه كتير جدا جدا من مختلف الانديه. ده اضافه قويه اكيد، كان منافسه قويه جدا. بص حضرتك، كل ما يكون منافسه قويه يعني كل ما يكون طبعا يعني. السنه دي احنا قعدنا السنه دي نحسب بورقه والقلم، كمان كتير كناش بنحسب، كنا كان الفرق بيني وبين اللي بعديه الضعف في النقاط، ضعف في النقط وضعف في الميداليات، يعني احنا ما جابوش نصنا. كان السنه دي احنا قعدنا نحسب بقى نخش الايفنت ده بمين، الايفنت ده بمين، نحسب لو النادي بنكسب كام نقطه يا جماعه عشان نجيب مركز اول ترتيب عام. لان يعني هم النادي مسابقه الوطن جمع مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. مقرهم فين يا كابتن؟ هو النادي في حزب المستقبل. يعني بس يعني قصدك بيتمرنوا فين؟ في التجمع بتهيألي. حقيقة ما عنديش فكره بالظبط بيتمرنوا فين. يعني بس بس بيشاركوا في منطقه عندهم حضرتك منضمين سادي حوالي 200 لاعب. ما شاء الله عدد في جميع المراحل السنيه، وطبعا 200 لاعب محترف يعني كويسين. ما شاء الله. ونقوا جابوا كل الابطال في معظم الانديه. ما شاء الله. ده اضافه كويسه. ده منافسه قويه جدا، وكان السادي البطوله ليها طعم جامد جدا. وحضرتك لغايه اخر لحظه انت مش عارف مين ياخد اول. هايل هايل. طب يعني برضو اجي كابتن محمد، يمكن برضو احنا وقفنا عن 9 سنين تمام، بيبتدي اول لغايه كام بقى؟ يعني امتى بقول ان ده يلعب رجال او تلعب سيدات؟ لغايه سن كام؟ لغايه 18 سنه. يعني بنلعب 9 11 13 ولا بنلعب زوجي؟ لا كل 8 و9 دول لوحدهم. تمام تمام. وكنا الاول شغالين تحت 12 سنه لوحده، وتحت 14 سنه، لا دلوقتي خلاص بقى 10 سنين 11 سنه 12 سنه 13 فعلا. سنه بيتم تقسيم الموازين لكل مرحله سنيه. ممتاز. طيب لعبه الكوماتيه بالوزن صح ولا بالوزن طبعا؟ عندك الاوزان ايه يا كابتن؟ عندنا 5 اوزان في كل مرحله سنيه. ايه هم؟ لا في كل مرحله سنيه. أيوة. يعني الاوزان الاوزان مثلا هي تحت كذا تحت كذا، يعني مثلا تحت 8 مثلا 38 كيلو 42 كيلو بالظبط 46 كيلو. والاوزان دي ستاندرد مع الاولمبيه؟ يعني سيبك من الكبار، الاولمبيه الكبار بتبقى ستاندرد اولمبي او ستاندرد عالمي. الناشئين مفيش اولمبيات؟ مفيش بالظبط. اللي بيحط الستاندرد الاتحاد المصري؟ الاتحاد المصري. لا الاتحاد المصري تمام. وبتبتدي يصنفوا بقى في الـ في الـ في الناشئين او في او في او في الشباب، يبتدي لان عندنا اولمبيات للشباب. تمام صحيح. فبيبتدي صحيح. بقى خلاص بيبتدي يظبط هو اللاعبين او التيم المنتخب مصر، يبتدي يعمل مسابقاته على انه الوزن ده هو اللي هيطلع ينافس فيه. ممتاز. خلاص بيبتدي اللاعب يظبط ميزانه. طب احنا دلوقتي عندنا عندك في القطاع كام لاعب كده في الكوميتيه؟ الكوميتيه على مستوى الثلاث فروع. الثلاث فروع لا عددنا كبير جدا احنا ما شاء الله. طب اللي بيمثل النادي من الثلاث فروع كام لاعب؟ خلاص مش هنقول العدد. حوالي 600 لاعب. 600 لاعب دول اللي بيمثلوا النادي اللي بينافس اللي بينافس يعني احنا ممكن نضرب الرقم ده في 3 مثلا لو بنتكلم او 4. لو حاجه كان 3 فروع ممكن تعمل حوالي 3000 لاعب. بس عايز اوضح للساده المشاهدين، احنا بنتكلم 600 لاعب في الكوميتيه بس، احنا ما جبناش ناحيه القطر، فبنوصل ل 1800 لاعب في الثلاث فروع النادي الاهلي بيرعاهم. انتوا متخيلين الخدمه اللي بيعملها النادي الاهلي على ايد الرجال دي وعلى ايد الكفاءات دي؟ يعني النادي الاهلي الحقيقه بيقدم يعني خدمه كبيره للمنتخبات، وهكلمكم بالتفصيل كمان، احنا جبنا العدد بس هنتكلم في الفنيات اكتر بالتفصيل. طب يعني خلينا نقول يا كابتن انه خلاص احنا عندنا مجموعه اعمار سنيه، حضرتك بتختار منهم مجموعه بتلعب المنافسات. طب مش الرجال بقى كم اختيار حضرتك؟ احنا عندنا في النادي الاهلي بنعمل بطوله تصفيه جوه النادي الاهلي، تصفيه بطوله جوه النادي الاهلي الاختيار اللي هو بناء عليه هيتم الثمانيه الاوائل هم اللي هيمثلوا النادي الاهلي في بطوله القاهره الاول. يعني كانه منتخب وانت بتصفي عشان تاخد اللعيبه. عدد موجود اكبر من عدد المسموح بالشركه. عشان نصفي جوه النادي الاهلي عشان ما حدش يقول لا ده المدرب اختار فلان. لا نجيب حكام يا فندم، نجيب حكام من الاتحاد المصري القطري بعيد عننا خالص. الحكام دي بيقعدوا ونعمل بطوله رسميه جوه النادي الاهلي. تمام حضرتك معايا، ونختار منها الاوائل اللي هم بيمثلوا النادي الاهلي في البطوله. ايه الجمال ده يا كابتن؟ انتوا عاملين سيستم حتى في الاختيار عادل. طبعا. لا سيستم عادل. ما احنا ما بندخلش حضرتك، ما حدش دخل خالص، حتى الدكتور مولانا عاصم رئيس الجهاز نفسه ما بتدخلش في اختيار مين يلعب ومين مين هيمثل الاهلي. لا ما فيش الكلام ده، بناء على الملعب الحكام فير يعني جايين محايدين من الاتحاد المصري بالزبط. بيعملوا بنعمل دوري جوانا ونصفي دول اللي هيمثلوا النادي الاهلي الدوري. هو ساعتك يعني دوت مواد اللي هو رئيس الجهاز ومؤسس اللعبه في النادي الاهلي من سياسته ان احنا يعني منع التدخل البشري على قد ما تقدر. يعني منع التدخل البشري يعني نمنعه خالص في اي حاجه في اي اختيار. يعني حتى في اختيار الجهاز نفسه
السيستم ده لازم يطلع ابطال عالم. اختار الجهاز نفسه من المدربين او كده. مفيش تدخل بشري. مفيش تدخل بشري. انت المدرب دوت يعني عايز اقول لحضرتك ان في اخر الموسم المدرب بيبقى عارف هو عمل ايه، جاب كام بوينت، حقق كام ميداليه. يستحق يقعد ولا لا؟ الله ينور عليك. يستحق يقعد. ترتيبه حتى في وسط زمايله ايه؟ يعني ده ترتيبه حتى في وسط زمايله بدون اي تدخل من اي حد من الجهاز. انا والله عايز اقول لك يا كابتن انت بتقول لي حاجه يعني انا اتمنى تتطبق في كل العالم. يعني مفيش حاجه طبعا بيبقى صعب يعني انا عايز اقول ان كلها هون ليها ظروفها يعني مفيش حاجه اسمها ايه انا مثلا ما بحبش المدرب الفلاني فانا المدرب الفلاني ده ما يقعدش او لا لا ارقام خالص ارقام وحساب ونتائج. طب احنا اتكلمنا عن الكوميتي وقلنا عندنا ما شاء الله 600 لاعب يمثلوا النادي يخش للكاتا. احنا عندنا تالي الكاتا بتبقى لعبه اسهل شويه، مش اسهل مش قصدي اسهل بس بتستميل اغلبيه اللاعبين هم يلعبوا عشان اصعب كتير اصعب كتير بعكس الكوميتي لعبه شيقه للاولاد اكتر ايوه عشان فيها منافسه وضرب وكلام من ده ونزال. لكن الكاتا اللي بتحتاج تركيز قوي جدا من اللاعب، بتحتاج قوه مميزه بسرعه، بتحتاج بعض الصفات الموجوده في اللاعب، بتبقى اختيار اللاعب انك تصنع لاعب بطل في الكاتا ده موضوع بياخد بالرغم ان هي لعبه استعراضيه لا بس بياخد حضرتك وراجل متخصص وفني بتقول لي اصعب من الكوميتي كتير كتير كتير. عندك كام لاعب يا كابتن بيمثلوا النادي في الكاتا؟ اعتقد يوصلوا حوالي 350 لاعب بسبب قلت العدد ان الاتحاد نفسه في كل سن بنلعب بثمانية بس وبتبقى عايزه اوزان وعايزه ثبات وعايزه قوه بدنيه لا شاقه جدا مدربينا بصراحه يعني شاقه جدا في التدريب كمان انك تطلع لاعب بطل كاتا ده موضوع صعب جدا بالرغم ان انا توقعت انها غير كده. خلي بالك كل لعبه وليها برده فنيات طبعا ما تقدرش انت يعني تلعب كل حاجه بس خليني اقول لحضرتك برده طيب انت 350 لاعب يمثلوا النادي من اصل بالتقريب كده كام لاعب في الثلاث كتير كتير اكتر من كوميتي يعني ممكن نخش في 3000 لاعب ليه؟ لان حضرتك الكاتا بتبقى بتاخد من 5 سنين كمان البطوله من 5 سنوات اوكي فهي طبعا ده قطاع العريض الاكبر في النادي يعني لكن الاتحاد بيحدد لك عدد معين بس بيخش بيه 8 لعيبه طبعا تصفيه النادي بتبقى تصفيه شاقه جدا انك تاخد 8 لعيبه في كل سن 8 اولاد و8 بنات من 3 فروع طبعا دي بتصفيه يعني ده انت عندكم الفرقه الرابعه جايه اهو كابتن شد حيلكم بقى اهو سهل في الافتتاح في الافتتاح اهلي الاقصر يعني ان شاء الله خلال شهور قريبه باذن الله التجمع كمان ما التجمع شفت اوبننج الفرقه الرابعه جايه شفت اوبننج يعني ما يعني شفنا طبعا التصريحات اللي جايه من هناك ان خلاص قربنا جدا يعني فانتوا عندكم خلي بالك كاراتيه السباحه الالعاب دي اللي هتبقى اول اكاديميات تنشا هناك اكيد حضرتك لما فتحت مدينه نصر انا فاكر كويس قوي ان مدرسه الكاراتيه في مدينه نصر سنه 94 كان فيها 2200 لاعب الله اكبر لا ده لكم فوق ده انت يا كابتن يعني ما هوش عدد كبير بتبقى حافظ اسامي اللعيبه عدد كبير جدا الى حد ما يعني بنحاول نبقى حافظين اسامي خاصه المميزين منهم يعني احنا عندنا منتخبات جوه النادي الاهلي يعني يعني زي ما في منتخب مصر كده احنا عندنا منتخبات كمان جوه النادي الاهلي يعني عندنا منتخب للاشبال ومنتخب للناشئين ومنتخب للشباب طيب خلينا نتكلم عن طب حضرتك يعني قلت منتخبات خلينا نتكلم عن ابرز اللاعبين اللي حضرتك شايف ان هم في يوم من الايام ممكن يبقوا مهند مجدي تاني جانا فاروق تاني شايف مين عندك من البروميسنج اللعيبه البروميسنج لا في ناس كتيره جدا يعني صعب تحصيهم صعب يعني ممكن الدكتور محمد حسن هو الحمد لله في مواهب في كل سنه عندك منتخب الناشئين خلينا نتكلم على الشباب اللي هم اقرب ناس للفريق الشباب عندنا مثلا ولاد كتيره مش عايز انسى حد بس يعني خايف انسى حد يعني ولد مثلا محمد عادل ده ولد من الولاد الكويسه جدا كوميتي ولا قاعه كوميتي عندنا ولد اسمه عبد الرحمن ولؤي طبعا عندنا ولد اسمه لؤي عندنا بنت اسمها ملك عبد الحميد عندنا اسمها بنت فاطمه عبد الناصر دي بطلة عالم اصلا جايبة تاني عالم في اخر بطولة عالم فعلا ان شاء الله بطولة عالم يعني دي ممكن تبقى جيانا فاروق تاني باذن الله وعندنا بنت يعني عندنا اولاد كتير جدا وبنت اسمها ايه وبنت اسمها يعني اولاد كتير انا مش خايف اقول كل الاسامي عشان مش عايز حد يزعل لا احنا هيزعل لا احنا مش عايزين حد يزعل اولادنا كلهم وينورونا ويشرفونا هنا كابطال طب خليني اقول لك كابتن النادي الاهلي واحنا قلنا في الانترو انه قدم ابطال كتير جدا في الكاراتيه لمصر لان طبعا هو الهدف الكبير هي الدوله المصريه اديني اسامي كده هات لي من التاريخ من طيب الاول بس احنا فرصه واحنا احب ان انا اقدم من هنا التهنئه لاولاد الاهلي اللي هم كسبوا في بطوله البريمير ليج اللي في اسطنبول النهارده عندنا الحمد لله في تيم الجماعي الكاتا كله من النادي الاهلي ما شاء الله خد تالت طوق هشام وايا هشام اخوات يا كابتن لا خالص مش اخوات وطوق هشام ونوها عمرو نوها عمرو
دول اللي خدوا ثالث جماعي النهارده. ما شاء الله. عندي بطل محمد احمد رمضان. احمد ولا محمد رمضان؟ محمد احمد رمضان ده ولد من الولاد اللي بينافسوا على الوصول لطوكيو. كم سنه؟ تحت 84 كيلو. هو كم سنه؟ 84. هو رجال. رجال كل ده رجال. كل ده رجال. وزن 84 كيلو ده رايح طوكيو. بس نوع عمرو دي لسه صغيره لسه. عشان كده انا بسال. انا لقيت نوع عمرو. نوع عمرو دي لسه صغيرين مش شباب. بس مصعده. مصعده خدوها منتخب مصر الاول. بسم الله ما شاء الله. طب محمد رمضان رايح طوكيو. والله احنا بص حضرتك البطوله دي كلها في اطار الاعداد لبطوله فرنسا. يعني انا اللي اتاهل الوحيد من مصر للجنة. بس محمد رمضان النهارده انا قريت انه كسب المصنف الاول عالميا. تمام. تركي كسبه النهارده. طبعا دي حاجه كويسه جدا ودفعه معنويه عاليه لمحمد. ان احنا عندنا ان شاء الله في شهر 5 بطوله التاهيل. دي فين؟ في فرنسا. دي اللي انتوا بنستعد لها. منتخب مصر بنستعد لها عشان الولاد دي اللي هيخشوا بطوله فرنسا ويكسب هيصعد الاولمبياد. كم واحد يا كابتن مثلا؟ كم واحد من الاهلي؟ لا يعني كم واحد من فرنسا مثلا في كل وزن؟ كل وزن هيصعد منه 2. دي مسبحه. طبعا. يعني انت عشان توصل لحاجه زي كده يعني تاخد اول او تاني يعني لازم توصل فاينل. مصر بقى مصر صفر. العالم كله راح فرنسا يصفر في فرنسا؟ اللي بقول حق اللي صنفوا الخمسه الاوائل في الرانك هو اللي التصنيف الاولمبي جه ازاي؟ الاتحاد الدولي حط نظام للتصنيف. تمام. عمل بطولات بريميوم ليج. البطولات دي هي بتخشها تكسب فيها تاخد بوينت برضو. تمام زي السكواد زي كل حاجه. نفس كده بحيث ان انت الخمسه الاوائل في كل ميزان بيتاهلوا دايركت لطوكيو. طوكيو يعني الخمسه الاولانيين بيتاهلوا طوكيو على طول. عندنا الحمد لله البطله العربيه والمصريه والافريقيه الوحيده اللي اتاهلت من ضمن خمسه بطله الاهلي جانا فاروق. يعني احنا الخمسه الرانكينج الاولانيين على مستوى العالم في كل ميزان في كل ميزان بيتاهلوا دايركت ل فرنسا عشان ياخد الاثنين اللي وراه. لا بيتأهل دايركت لطوكيو. لا انا بتكلم بقى فرنسا. فرنسا عشان ياخد اثنين تانيين. ياخد السادس والسابع. ياخد اثنين تانيين. لا يبقى كده حلو جدا. ده كده فرق نف. انا فاكر ان فرنسا هيديني اول وتاني بس. انما كده عندي خمسه تأهلوا. صعبه فرنسا صعبه جدا. قلت يعني بطوله صعبه لان هي اخر حاجه قبل طوكيو. اعتقد دي هتبقى اصعب من بطوله طوكيو نفسها. لا ده انا عايز بقى اروح طوكيو كده. وزن بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم عن الكاراتيه. الحقيقه الموضوع بقى شيق جدا. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مكملين حوارنا ويعني والنقاش اللي داير حوالين الكاراتيه. بس الحقيقه قبل ما اروح لطوكيو واللي منتظر من مصر في طوكيو واللي هيقدمه طبعا ابناء النادي الاهلي لمنتخبات مصر في طوكيو, لازم يا دكتور نتكلم عن 20 سنه النادي الاهلي متصدر كل بطولات الكاراتيه في مصر. احب ابدا اقول بس اقول ان النادي الاهلي بدات لعبه في حوالي السبعينات, لكن اللعبه بدات تاخد مكانها الطبيعي جوه جدول الجمهوريه في سنه 99 تصدرنا بطوله القاهره, خدنا اول قاهره وخدنا ثلاثه ثاني جمهوريه. بعد كده من بعديها في سنه 2000 تصدرنا القاهره والجمهوريه حتى تاريخه. حتى الان بفرق كبير جدا بيننا وبين اقرب منافس لينا اللي هو الثاني المركز الثاني بعدنا. لا بفرق احنا فرق كبير جدا. وقاعد اقول لك ان احنا كمان من النوع من الاجهزه اللي بتقعد دايما تقيم نفسها. يعني ما بقولش ان انا وصلت خلاص بقيت كويس, لا خالص. لما بنشوف المشاكل فينا عندنا بنحاول نعالجها الموسم اللي بعديه. كلمني عن دعم المجلس يا دكتور. لا الحقيقه النادي الاهلي لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي خدت دعم من مجالس متعاقبه للنادي. بدايه من مجلس الكابتن حسن حمدي لما قرر فتح المساهمات للنادي والسفرات الخارجيه لابطال النادي الاهلي, واللي كان النادي الاهلي اللي كان بيجيب اول جمهوريه وثاني جمهوريه بيسافر على حساب النادي. احتكاك خارجي طبعا. خارجي دولي طبعاً. مرتين في السنه طبعا. وده اثقل للولاد جدا جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك دي عملت طفره كبيره جدا جدا في 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 مستوى الولاد في النادي الاهلي. ممتاز. ده حقيقه صح. كل مجالس النادي الاهلي تعقبت عليها ودعمت الكاراتيه نهايه من المجلس الحالي بقياده كابتن الخطيب وجود برضو الدكتور مهند مجدي في قياده هذا المجلس. احنا ثاني مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وطبعا بطل العالم. بطل العالم طبعا الكاراتيه. وهنتكلم عن الدكتور مهند كمان شويه. ده لازم. وبقول لحضرتك ان احنا السنه دي خدنا دعم من المجلس يعني حقيقه اعتبره غير مسبوق. احنا خدنا السنه دي ثلاث صالات موجودين عندنا في النادي ما شاء الله. تقصد مكيفين ومجهزين على اعلى مستوى. واحده في مدينه نصر وواحده في الجزيره والشيخ زايد على الابواب اهيت ما شاء الله. فطبعا دي انا بعتبرها صراحه طفره يعني في المجلس الحالي تحسب له
واحنا بنقدم لهم حقيقه من هنا طبعا نيابه عن كل الجهاز الكاراتيه وطبعا كل الشكر والتقدير على الـ على الـ على اللي هم قدموه للكاراتيه. خليني برضو ما ننساش دور الدكتور مراد عاصم طبعا الاب الروحي للعبه استاذنا كل يعني ده انا الحقيقه الراجل يعني من الاحترام والاخلاق والادب الحقيقة. والحقيقه كل بتوع كاراتيه كده بصراحه يا دكتور بتخلونا لا لا والله الحقيقه اخلاق يعني ما شاء الله برغم انها لعبه يعني بس بتثقل الاخلاق يعني هي قايمه على قايمه على الاحترام يعني بدايه الكاراتيه هو كلعبه هي اساسا الاحترام من اول ما تتعلم الولد اول ما يجي زي ما بيبط بعلمه انه يقف اسكوداتش قص يحيي المدرب بتاعه حاجه جميله جدا ويمكن دكتور مراد عاصم كمان كان ليه دور كبير في تاسيس اللعبه يمكن مهند من اولاده والدكتور مراد مجدي طبعا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره من ابنائه اللي وصلوا وجيانا كمان فاروق كان من لعيبه اللي هو كتير والله عندنا ابطال كتير جدا دكتور مراد يعني هو يعني مش هو مؤسس اللعبه ان كان في اجهزه قبليه لكن دكتور مراد هو اللي نقل اللعبه العصر الحديث نقل لعبه الكاراتيه من مجرد لعبه ممارسه عاديه في النادي لقطاع بطوله واسس نظام قوي جدا الحمد لله رب العالمين واكاديميات وهو ليه الفضل الاول بعد ربنا اتحط على في اللي احنا وصلنا فيه في احنا طبعا بنحييه من هنا من برنامج الابطال لان الحقيقه رجل يعني الحقيقه دكتور مراد عاصم حقيقه حقق يعني ما يعني كتير جدا للنادي الاهلي في لعبه الكاراتيه واحنا من هنا من برنامج الابطال بنوجه له كل التحيه وربنا يديله الصحه ويستمر في العطاء زي ما هو الحمد لله ماشي. طب خليني اجي لك بقى دكتور يمكن الناس مشوقه تسمع اخبارنا ايه في طوكيو. طبعا طوكيو كانت هتلعب السنه اللي فاتت وتم تاجيلها رحاله سنه اكيد السنه دي الدنيا شقلبت فيها واكيد في ناس دخلت وناس بعدت وناس راحت خاصه في الالعاب الفرديه والجماعيه طبعا بس طبعا الفرديه بيكون فيها لان قله المنافسات الدوليه هبطت المستوى شويه. شايف ازاي احنا في طوكيو يا دكتور؟ والله شايف ان الاتحاد قايم بدوره على وجه اكمل بيوفروا الصراحه استعدادات كبيره جدا للولاد ما بخروش خالص على الولاد سفريات كتيره جدا بتتعمل حتى في ظل جائحه كورونا. لا طبعا بعد كورونا ما خلص اول سفريه تتعمل من فتره طويله هي تركيا بتاعت السنه اللي هم فيها دلوقتي هم حتى كمان هناك في نظام الكبسوله المغلقه مقفوله خالص. ونادنا النهارده برضو رياض مصر حققوا الحمد لله ميداليه ذهبيه طب احنا تصور حضرتك ممكن نشارك في الرجال في كل الاوزان بكام لاعب مثلا في طوكيو؟ لا انت ليك بص حضرتك ليك في كل دوله واحد كاتا ورجال واحد كاتا انسات بس ده في الوزن الواحد لمصر اللي يعني كل الاوزان ولا الوزن الواحد في كل وزن؟ لا يا فندم في كاتا فيها لاعب واحد لاعب واحد وزن واحد واحد لا مش كاتا ما فيهاش اوزان انا بتكلم على الكوميتي عندنا كوميتي. في كل الاوزان كوميتي ثلاث اوزان رجال ثلاث اوزان سيدات حلو مش ست اماكن دول بصراحه عليهم بقى العالم كله مش مصر بس ما انا فاهم بس احنا مثلا عندنا ناخد انت قلت حضرتك في الرجال في الكوميتي عندنا ثلاث اوزان هناخد الوزن الكبير فيهم تقريبا حاجه 80 يمكن فوق 84 فوق 84 عندنا كام لاعب كام لاعب الاول ممكن يشارك في الوزن ده متوقع انه يشارك في طوكيو في مصر كلها في مصر عندنا فيها هو في لاعب واحد في الميزان دوت هو اثنين لعيبه هم قريبين للوصول من مصر يعني وكان حد من عندنا من النادي الاهلي محمد رمضان حلو ومع ولد اسمه طه طارق ممتاز نيجي على الوزن اللي بعده في الرجال تحت اللي بعد 84 وزن كام 75 عندنا كام لاعب ممكن يشارك في لاعب واحد بس من مصر هو المصنف علي الصاوي طيب علي الصاوي ممدوح وعلى فكره عبد الله ممدوح هو اللي قريب للوصول يعني علي الصاوي ممكن يتاهل علي الصاوي الوزن اللي قبليه بقى اللي قبليه طب تمام يبقى عندنا لاعب واحد ممكن يتاهل ادي كده ثلاثه طيب وزن ايه بقى اللي فاضل بعد 74 وزن تحت 67 67 علي الصاوي لسه واخد ذهبيه لسه واخد ذهبيه هو اقرب واحد ربنا يكرمه ان شاء الله بعد جانا اقرب واحد موجود في مصر وقت بعد جانا انه ممكن يوصل ان شاء الله هو علي الصاوي يعني كده عندنا اربع لعيبه في الكوميتيه رجال فهيروحوا ان شاء الله بنسبه كبيره اولمبياد طوكيو. طبعا هنخش على السيدات عندنا وزن كام بقى الاوزان في السيدات هل نفس الرجال برضه 84 ثلاث اوزان برضه بتبقى نفس الاوزان؟ لا لا تحت 55 55 و61 وفوق 68 فوق 61 طيب فوق ال 61 عندنا حد مشارك من مصر؟ في بنت اسمها فريال اللي هي خدت فضه النهارده فريال اشرف تمام بنت النادي الاهلي؟ لا يعني لا مش بنت طيب مصر. نخش على واحد اللي تحت 61 فريق جانا دي حاجه مكانها مفيش منافسه مفيش تجارب هي مكانها موجود خلاص ووصلت الحمد لله وربنا يكرمها ان شاء الله وتقدر ادي اثنين طيب تجيب ميداليه باذن الله في الوزن اللي تحت 55 بقى في بنت في ده الوزن ده في كتير
في كتير، في كتير من مصر بيتنافسوا كلهم. يعني منافسه مع مصر ولا منافسه مع دول تانية؟ هم بينافسوا مع العالم كله. من العالم كله. ممكن يتأهلنا لعيبه ولا حاجه منهم؟ ما عندناش اكتر من لعيبه، ما ينفعش يعني، ما ينفعش تاخد اكتر من لعيبه يعني. طب حلو، يعني هيبقى عندنا يعني دوله ليها لاعب واحد في الوزن الواحد، يعني حد اقصى ممكن كمان ما يبقاش فيها ليها ولا لاعب. بالظبط، لان ما عندكش لاعب محقق الرانك في الدخول. يعني هنقول بالتقريب ثلاث سيدات هيشاركوا واربعه رجال ممكن. ثلاثه من مصر؟ لا، ثلاثه في كل وزن، واحده في كل وزن. يعني دول متوقعين ان هم يعني عندهم فرصه وصول. تمام، يعني بعد جيانا هي الوحيده اللي اكيد دلوقتي. اكيد هي جيانا. تمام. طيب خلينا نقول يعني جيانا، علي الصاوي، محمد رمضان، يمكن هم دول الابرز اسامي اللي ممكن يحققوا لنا ميداليات. عندنا في كتا برضو احمد اشرف. هنروح للكتا بقى، هنروح للكتا. عندنا الكتا بقى بوزن واحد، عندنا مين المرشح؟ احمد اشرف ان شاء الله، ده من النادي الاهلي وهو اقرب واحد ان شاء الله من مصر وافريقيا انه يخش ان شاء الله. بس لازم يعدي فرنسا. لازم يعدي فرنسا. كل الناس لازم يعدي فرنسا. هو مش في الرانك الخمسه الاولانيين. لا، هو مش في الخمسه الاولانيين. لا، الخمسه الاولانيين متاهلين اوتوماتيك، هو مش فيهم. لا، هيروح فرنسا ياخد يا اول يا ثاني عشان يتاهل في الاولمبياد ان شاء الله. يتاهل ان شاء الله. طيب خلينا برضو نتكلم ان الكاراتيه يا كابتن، برضو يعني برضو انا عايز حضرتك يمكن عشان الكوميتي برضو حضرتك داخل فيه اكتر. الكاراتيه ما كانتش لعبه اولمبيه. تمام، ويمكن اول دوره دي هتبقى اولمبيه، صح؟ ان شاء الله. دول كتيره تبتدي تركز طبعا، يعني خلاص انا هجيب ميداليه وبتاع وترتيب، فالموضوع مش هيبقى سهل في البطوله اللي جايه. لا طبعا مش سهل خالص. مين من الدول اللي ركز قوي بقى وبدا يجنس لعيبه ويعمل، ما انت عارف اللي بيحصل؟ هل امريكا دخلت في القصه؟ لا لا، امريكا لا. يهتم، مش لازم يعني اليابان طبعا راس المنافسين طبعا. في كازاخستان. كازاخستان. فرنسا. فرنسا طبعا. تركيا. ايطاليا. تركيا. تركيا. ايران. ايران. ايران فيها طبعا. باكستان وكازاخستان والاستان الحته العب ده كله. ايه كازاخستان؟ كازاخستان بقول لحضرتك، كازاخستان شفت كوره كتير هناك. فيها جدا. فيها حد بطل جامد جدا في الالعاب القتال، كازاخستان والدول اللي هي كانت روسيا القديمه دي المتفتتت. الجيب ده مليان. عندنا اجايف، ده اسطوره من اساطير الكوميتي طبعا. ده يعني هو اكبر واحد سنا حتى في المنافسين النهارده، وهو مرشح طبعا. خلاص هو دخل ده مثل اعلى كل اللعيبه. ده رقم واحد. كم سنه هو دلوقتي؟ لا كبير، تهيالي معدي ال 30 سنه. معدي ال 30. اكبر. طيب، واحد سنا هو. ممكن اللاعب في الكاراتيه يقعد قد ايه سواء الكوميتي او الكاتا؟ والله هو عمر اللاعب هو اللي بيحدده هو، لان طبعا كل ما حضرتك ما بتكبر برضه هي طبعًا. احنا انت عارف حتى اولادنا. يعني انت امتى تقول على اللعيب ده بدا يكبر؟ لازم بدأ يكبر يعني 27 سنه. ايه ده 27 سنة يا دكتور؟ 27 ده في ألعاب لسه بيبتدي. لا 27 سنة لا. عشان أنا بتكلم عن إنك تنافس دولياً. دولياً لا محلياً أنت ممكن تقعد 40 عادي. محلياً أنا بتكلم على دولياً. لا طبعاً، أصل دولياً حضرتك عارف إن محتاج تدريب عالي جداً وأوقات كتيرة جداً، وأنت في السن ده كل حتى أولادنا، أنا بتكلم حتى أولادنا في النادي الأهلي، خلاص هو عنده شغله وعنده حياته بقى. بالظبط، يعني ما تجيبش دخل كبير. بالظبط، الألعاب الفردية زي ما حضرتك عارف ايا كان اللي انت هتاخده جوائز او اتحاد مش هيكفي مستقبلا. بالظبط، فبيبتدي خلاص. حتى عندنا ابطال كتيره جدا لا خلاص بيجي لمرحله معينه ويسيب اللعبه خالص. صحيح. لان ما هياش كوره مثلا تكمل او هي لعبه مش هيكفي مستقبله. بالظبط، هو وصل لمرحله خلاص هو لازم. عندنا دكتور جيانا فاروق دكتور. بالظبط، على فكره كل اولادنا كده، كل اولادنا في الاهلي. جيانا ده دكتوره، احمد اشرف هندسه، محمد رمضان مهندس. بسم الله ما شاء الله. محمد رمضان مهندس. دكتور مهند مجدي. دكتور مهند مجدي. دكتور، لا ده على فكره دكتور مهند مجدي تم اكتشافه بقى في بطوله تنشيطيه جوه النادي الاهلي. لا خليني بقى نيجي بقى وناخدها واحده واحده. ده بطل عالم لازم يديله وقت. بس نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا كلامنا عن الكاراتيه جوه النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن باجي لك يا كابتن محمد، كنا بنتكلم كابتن محمد فاروق طبعا رئيس قطاع او مشرف قطاع الكوميتيه في النادي الاهلي، كنا بنتكلم ان مفيش منظومه في العالم، حتى اليابان. لا اشرح لي الكلام ده بالتفصيل يا كابتن. حضرتك احنا عندنا في عدد اللاعبين في النادي الاهلي تقريبا 5000 لاعب. الجهاز الفني والجهاز الاداري تقريبا احنا بنتكلم في تقريبا 100 مدرب مثلا، بجهاز الطبي، بجهاز المنتال والكلام من ده. احنا عندنا كبير جدا، الكلام ده مش موجود في اي مكان في العالم ولا حتى في اليابان. احنا عندنا سيستم مش موجود في اي حتى مكان في اليابان. لان لا ما فيش ام اللعبه. لا حتى في اليابان اللي هم اللعبه، لان احنا عددنا كبير جدا، عدد المدربين كبير جدا موجودين في مكان واحد النادي الاهلي.
لا في اليابان ما فيش نادي كل اكاديميات صغيره ما فيش نادي حتى خاصه وكلام من ده. ولما بيجي يعملوا بطوله مثلا بطوله دوليه فبيصفوا الاتحاد بتاع البلد بيصفي وخلاص هم دول بيمثلوا. لكن نادي كبير زي النادي الاهلي في حجمه وفي عدد لاعبينه لا ما فيش خالص. ده حاجه تدعو للفخر بأمان. وكلهم اولادنا ما فيش حد من بره النادي الاهلي كلهم مفيش حد احنا اللي بنعملهم اولادنا ما شاء الله. طب احنا اولادنا احنا بنعملهم من ابطال ما فيش حد جاي لنا من بره ما شاء الله. اللعبه من الالعاب الوحيده اللي جوه النادي الاهلي يمكن الكاراتيه من زمان الدكتور جمباز وجمباز يمكن مثلا انا اعرف الكاراتيه طبعا ان هو ما عندناش اعضاء رياضيين جوه اللعبه اعضاء فمن اولادنا بنعمل منهم ابطال وابطال عالم. الكلام ده مش موجود في اي مكان في العالم لا من حيث الكم ولا الكيف. احنا دايما مشاركين في اتحاد المنتخب الوطني نسبه المشاركه بتاعتنا من لعيب ولاد النادي الاهلي ما بتقلش عن 45% من قوام المنتخب الوطني ما شاء الله. بالرغم ان في فرق كتير جدا وانديه اخرى بتلعب طبعا عدد ولادنا في المنتخب الوطني من النادي الاهلي ما يقلش في اي حال من الاحوال عن 45% نسبه تواجدهم جوه ما شاء الله او تمثيل مصر. طب دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دكتور مهند مجدي وتم اكتشافه ازاي. ايوه دكتور مهند تم اكتشافه في بطوله تنشيطيه كنا عاملينها في صاله تنس الطاوله في نادي الاهلي مدينه نصر. كان عنده كم سنه ساعتها دكتور؟ 14 سنه ما شاء الله. كان مع كابتن اسمه بدر محمد خير وكنا احنا قاعدين ما كناش نعرفه قاعدين شايفين ولد ما شاء الله يعني طويل هو طويل دكتور طويل ما شاء الله ولد موهوب قلنا جبنا وخدنا اسمه ايه وبقى بقى من ساعتها يعني ايه نبدا يعني هو اتعلم الكاراتيه على كبر ولا كان صغير في المدرسه وكبر وتدرب؟ لا هو اعتقد انه بدا الكاراتيه عندنا على على على, على كبر ما شاء الله. وبالرغم انه بدا على كبر بس بوصل بقى بطل عالم بالظبط ودي حاجه بتحصل قليل قوي ما شاء الله. دي موهبه خاصه اوكي ما شاء الله. بقى نشوفه ونبدا نتعامل معاه ونرعاه لغايه لما الحمد لله وصل للمستوى دوت. عايز اقول لك ان الدكتور مهند مجدي انا اول مره اشوف والدته كان في انتخابات الدوره اللي قبل اللي فاتت. يعني هو كان بيجي لوحده بيجي لوحده ويتعامل لوحده ويسافر لوحده ويلعب لوحده ويطلع معانا بره لوحده ما اعرفش ما شفنا والده ولا والدته. يعني اتحمل مسؤوليه صغير بالظبط كده ما شاء الله. لغايه يعني اقول لك اول مره اشوفها كان لما كبر وبطل لعب الحقيقه طبعا اخلاق وحاجه حاجه فعلا مشرفه يعني. قدوه للاعيبه الكاراتيه كلهم الموجودين مش بس في الاهلي والله في مصر كلها وباقي عليه قدم من سوق. حتى هو كان معانا في بطولات الدوري وكده كنا مخليه هو الكابتن ان هو عنده قياده من يعني حاجه جواه صحيح قياده ليدر شيب عنده من صغره. طب خلينا نتكلم يا كابتن عن يعني امتى ولي الامر مثلا حضرتك شايف مثلا اي ولي امر بيبقى عايز لاعب ابنه رياضه اكيد طبعا تنصح اولياء الامور بايه؟ لان مهم جدا طالما احنا بنتكلم عن اعضاء الجمعيه العموميه يبقى هننصح اعضاء الجمعيه العموميه لان هم دول اللي بيبقوا ليهم الحق ان هم يشتركوا في المدرسه. تنصح الاب او الام او الاسره يشوف في ابنه ايه او بنته ايه عشان يلعبوا كاراتيه؟ اولا الولد يكون شقي يعني كثير الحركه يعني دايما الولاد اللي هم عندهم تالنت كده وبيحسوا ان هم اشقياء دول الكاراتيه ان ده بيخرج اللي جواه. الحقيقه شفت الملاحظه؟ بيخرج اللي جواه. يعني كل اب وام عندهم طفل كثير الحركه وشقي. انا ما بحبش كلمه شقي دي بس يعني كثير الحركه اللي احنا بندرجها كلمه درجة. حضرتك شايف انه يبقى لعيب كاراتيه كويس؟ ممكن. طب ده بالنسبه للولد. لو البنت برضه نفس الكلام؟ والبنت نفس الكلام. طب يا جماعه انا بقول لكم اهو الدكتور يعني محمد حسن يعني ده مدير جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي يعني بقول لكم لو عندكم يعني اعضاء الجمعيه العموميه لو عندكم يعني طفل او طفله كثير الحركه يبتدي من 4 سنين صح يا كابتن؟ 4 سنين اي سن عندنا بس احنا دايما بنفضل البدايه يبتدي بدري احنا بناخد من اي سن حتى لو جالك عنده 20 سنه احنا عندنا مدارس اكاديميات لكل الناس على فكره كمان عندنا اكاديميات احتياجات خاصه. صحيح صح. طب كلمنا عايز اقول لك عندنا من 3 سنين بالظبط بدانا نفتح اكاديميات للاحتياجات الخاصه وعايز اقول لك عندنا فرقه مثلت القاهره والجمهوريه وخدنا مراكز عندنا ابطال جمهوريه. عندك كم لاعب؟ في الثلاث فروع اعتقد حوالي 150 لاعب. دول اللي هم طبعا اصحاب الهمم. اصحاب الهمم. وعندك حوالي 150 لاعب. ده وعملنا بطوله كان اخر بطوله اتعملت عندنا في اهلي مدينه نصر بطوله القاهره. وعايز اقول لحضرتك ان 90% من المراكز كانت من النادي الاهلي. طب يعني مش سايبين حاجه الحمد لله. في انديه ثانيه ما شاء الله. طب ده النادي الاهلي يا كابتن. طب في انديه ثانيه عامله او نفس تجربه النادي الاهلي؟
برضه من الناحيه النظاميه دي لا. لا انا بتكلم على اصحاب الهمم التجربه دي. ما بقول لساعتها اصحاب الهمم برضه احنا توليناهم زيهم زي الاسوياء بالظبط. عملنا لهم مدارس ومدربين وجهاز متخصص. ما شاء الله. تحت اشراف برضه الدكتور مواطن عاصم اشراف الجهاز بتاعنا. مدربين متخصصين في طبعا مدربين كاراتيه متخصصين. طب هل الكاراتيه دخل في البطوله البارمبيه يعني 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 هل ممكن نشارك زي ما شارك بطوله عالم فيها؟ لا مش بطوله عالم بتكلم فيه طبعا احنا عندنا الالعاب البارالمبيه. ايوه هل ممكن نشوف الكاراتيه مشارك فيها؟ ممكن ولا هو لغايه دلوقتي مش مشارك؟ غلط لسه بس احنا بطوله العالم عندنا بطله العالم برضو بنت الاهلي سلمى ما شاء الله دي مره خلي بالك حضرتك انت عندك البطوله الاولمبيات العاديه بيجي وراها البارالمبيه تمام فممكن في زي ما دخلوا الكاراتيه في الاولمبيات ممكن يدخلوها برضه ممكن يا ريت يعني واخد بالك فانت احنا مستعدين انا سلمى بلاحظ سلمى بطل العالم جاهزه موجود مصنفه يعني بطل العالم كل سنه بطل العالم طيب احنا يعني حضرتك قلت لي حاجه كويسه جدا للاولياء الامور وطيب انت يا كابتن يعني بحكم تجربتك وتاريخك برضه يا كابتن محمد مع اللعيبه سواء الكوميتيه واكيد الكاتا برضه مع اولاد عمك طبعا يعني اني لاعب ينفع في ده واني لاعب ينفع في ده انا بقى في الكوميتي اخد الولد الاشقى شويه بقى الولد اللي عنده سوبر شقاوي اللي عنده يعني سوبر شقاوي شخصيته كده فيها ايه شراسه كده يعني شراسه ده سواء لاعب او لاعب والكوميتي محتاج ان الولد يبقى منضبط وملتزم ولازم يكون ولد ذكي ذكي جدا لان هو بيتصرف انت فاجئتني يا كابتن ان الكوميتي عايز ذكاء ان الكوميتي عايز ذكاء لازم لان هو لا سوري الكات عايز ذكاء انا اسف الكوميتي اللي عايز ذكاء طبعا لان هو في متغيرات بتاع الكاتا بينزل بيأدي كاتا الكاتا بيأدي مفيش انضباط واداء انما في الكوميتي لا في متغيرات في الملعب كتير جدا وفي كوتش قاعد عمال يقول لك على تعليمات لو انت مش ذكي مش هتنفذ على طول لو انت مش ذكي هو عامل زي الشطرنج كده جوه الملعب بالظبط يعني زي الشطرنج بالظبط دكتور محمد بيقول احنا عايزين الشقي وحضرتك بتقول انا عايز السوبر شقي سوبر شقي بالظبط عشان يقدر يشتبك عشان ينافس عشان ياخده ويطلع بيه كره عالم عشان احنا يعني احنا في الاهلي مش بننافس عشان احنا نبقى ابطال بس مصر لا احنا عايزين لعيبه دوليين بصين على بطوله العالم بصين ان احنا ابطال عالم دي حقيقه من الاول كده طب قول لي يا كابتن يعني خلينا نتكلم عن برده المنافسات شويه يعني يمكن لاعب عشان ياخد بطوله المنطقه ممكن يلعب له كام مباراه في الكوميتي في البطوله نفسها بطوله المنطقه ممكن يلعب مثلا 6 ماتشات بيلعبهم في نفس اليوم ولا ممكن يلعبهم على ايام مختلفه في نفس اليوم يعني البطوله بتبقى يوم والاستعداد ليها طبعا شهور سنة. طول السيزون بطوله البطوله يلعب 6 ماتشات ورا بعض احنا ما بنوقفش احنا جاد ما بنوقفش طول السنه شغل طول سنه تمرين في النادي انما بطوله المنطقه النادي. في الكوميتيه ممكن يلعب 6 5 4 ماتشات يلعبهم في يوم واحد مش اقل من 6 7 كمان 6 7 كمان الجمهوريه تبقى كام يوم الجمهوريه ممكن يبقى اكتر من كده كمان احنا دلوقتي الجمهوريه بنبدا من دور ال 128 فالولد البوله بتبقى اوسع الجمهوريه كلها ومناطق عديده مصر كلها ومثلا ممكن اللاعب يلعب له برده يعني 5 6 مباريات ولا ممكن تتجزأ على يومين 3 4 لان لا هو يوم واحد يوم واحد بقى الموضوع شق جدا جدا ده فلاعب الكوميتيه لو ما كانش لاعب قوي جدا وعنده تحمل بقى وكفاح في الملعب وعزيمه وحاجات كده لا مش هيقدر يكمل لا يعني بتكلمني 6 مباريات في مباريات قتال يعني يمكن طبعا تركيز شويه بيبقى بتاع مش يعني محتاج يؤدي اداء منضبط بالظبط انما في الكوميتيه ده بيبقى فيه تفاعل في تفاعل وفي متغيرات كتيره جدا كل ثانيه في الملعب وكل ماتش غير التاني وبيبقى نازل عنده خطه وعنده تعليمات من الكوتش قاعد بيقول هنعمل كذا كذا مع اللاعب المنافس الفلاني ونعمل كده سواء مثلا بقول يا كابتن بقى احنا يعني فاضل دقيقه بس انا مستمتع جدا ربنا يخليك بجد كلامكم بامانه والله العظيم انا مستمتع جدا انا على المستوى الشخصي يعني حضرتك ايه اللي يعني ناقصنا ايه او شايف ايه اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه عشان نوصل ان احنا نحتكر اللعبه دي بشكل كبير جدا في مستوى العالم يبقى عندنا زي جيانا فاروق ومهند مجدي زي السكواش زي ما زي السكواش كده ما مكسرين الدنيا ناقصنا ايه شايف انت كده من خبرتك وحضرتك راجل يعني شايف ناقصنا ايه في الاهلي بتكلم على مصر كلها لا مصر كلها لا في حاجات كتيره جدا لسه نوسع القاعده طبعا ومش مش مش توسيع القاعده بس كمان كم يعني كيفا الجوده طبعا الجوده دي صعبه كابتن عشان توصل دكتور حضرتك متفق مع دكتور محمد بالنسبه للنادي الاهلي احنا ماشيين بخطى ثابته ان احنا نوسع شويه الكواليتي مش العدد كمان احنا في الجهاز بنقعد نقيم نفسنا على طول كل سنه طبعا طبعا ومش ان احنا 100% طبعا اللي يتكلم 100% ده لازم يفشل صحيح طبعا دايما بنيجي على نفسنا كمان شويه طبعا دكتور يعني انت نورتني وشرفتني دكتور الحقيقه انا كنت مستمتع جدا واتمنى الساده المشاهدين يكونوا استمتعوا دكتور محمد حسن مدير جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني شكرا يا فندم ربنا يخليك كابتن محمد فاروق مدير قطاع
الكوميتي في النادي الاهلي. بشكرك نورتيني وشرفتيني يا كابتن محمد. ربنا يخليك، انا سعيد ان احنا النهارده كنا معاك. لا ده حضرتك نورتيني وشرفتيني يا كابتن، ده شرف لينا يعني. ده انتوا الابطال والبرنامج اسمه الابطال وانتوا ابطالنا، سواء مدربين ولاعيبه انتوا الابطال. اعزائي المشاهدين، ده كان النهارده لقائنا مع ابطال الكاراتيه وازاي بطل الكاراتيه بيتعمل جوه النادي الاهلي. انتظرونا ان شاء الله بكره في الاستوديو تحليل الساعه 4، وعندنا يوم طويل ان شاء الله معاكم. وزي ما وعدناكم دايما ابدا بنحاول بقدر استطاعتنا نكون في كل الاماكن مع ابطالنا، وبنغطي لكم ونجيبها لكم على شاشه قناه النادي. انتظرونا بكره ان شاء الله الساعه 4 لاستوديو تحليل مباراه الاهلي وطلائع الجيش. اشوف حضراتكم على خير، مع الف سلامه.